يلا نفوت، بس لسه الدنيا الصبح، احنا نتأخر عن المدرسة. نفوت شوي ونطلع. يلا يلا. لك يا سعدان، انت وياه اتركوا شجراتي بحالهم، والله راح تنزعوا لي الشجر. خلوني امسك واحد فيكم لورجيكم مين انا. ولك تعال هون، تعالوا لهون يا سعدان، بس لامسك واحد منكم. ولك تعال هون، تروحوا على حالكم، والله لشد لكم اذنكم. والله انا برجيكم الا ما امسككم لارجيكم واحد واحد. هلا ورايح. استغفر الله العظيم واتوب اليه. لك اطعم لي نفسي هالفصاعين. لك شلون بيفوتوا هيك وبيطلعوا؟ لما بتكون بعيد عن العدو بتخاف منه، لانك انت بتكبره بعينك وما بتشوف ضعفه وبتبالغ باذيته الك. بس لما بتكون قريب بتشوفه مثل ما هو، وخوفك بيختفي، وبوقتها العقل ببلش يشتغل. لما كنت عم بتطلع بعدوي من فوق الشجرة، ومع اني انا اللي كنت فوق، كانت نقطة تحول بالنسبة لي، وهالنقطة تركت اثرها بشخصيتي. اوف يا